شكرا. بالنسبة للعربة من البداية، أنا نقول لك مثلا، أعطيك مثال، الكولونيل ماجور مونس بيتيسير قايد الفيلة 40 من قطاع المحبس، مات يوم 18 في شهر 12، وبعض الجنود معه قال عنه بالنسبة له أنه بالكورونا. الكولونيل ماجور معموم من مولاي أحمد مدفعي من الفيلة 43، مات يوم 17 شهر 21، وماتوا معه ضباط. هذا قال عنه بالنسبة له عطوا لفة. شوف انت كورونيل عطوا لفة، صبطوا فيه مترين وحراسوا عنه. الكورونيل ماجور بن حميد مدفعي من قطاع المحبس، هذا ميت يوم 16 في شهر 2/21، هذا قال عنه حادث. الكورونيل ماجور أحمد الخديري مسؤول مطافي العيوني اللي جابه لتوازبي، ومات في مقر الفيلق 46، مات يوم 28 في شهر 2، بالنسبة له قال عنه كان مولي حامل فيروس كورونا. النقيب عبد السلام علي الله صاحب الهندسة اللي ميت يوم 27 في شهر 2، رفض بعض الضباط المهندسين، قال عنه بالنسبة له عنه هذا لا حادث مولي حادث بين سيارة. الكورونا المزور السبتي رشيد قائد الاستطلاع قطاع المحدث ميت يوم 6 في شهر 6، رفضت ثلاثة من الضباط، هذا بالنسبة لهم بأنهم عن تفجرت عليه قنبولي في التدريب. هذا بالنسبة له. الكولونيل ماجور ايت بو جمعة ايت احمد بو جمعة، هذا من قطاع المحبس اللي على كل حال مات مولي في نفس المنطقة. والعميد احمد العزوزي قائد العمليات بقطاع المحبس اللي مات مولي يوم 17 في شهر 12/21. وهناك الكثير من هذه المسائل اللي هو على كل حال يبرد. هذا وراه لا ودي جنب لا مريض، اللي يعرف من الكل ذا اللي يعرفون المقالب من الكل، ما لين يتم ويقولوا كذب ولا حاجه، لهم ولا يسد واحد الكل ما يقدر يشد على حد ولا يقدر لا يقدر ملي حد يسنده، ياك فاهم. هاي رايك يوم 26 في الشهر الماضي محروضات المطيوطات وجراف، وقالوا عنه بالنسبة لهم عن واحد جيله يسقي واتات، وعلى أنه بالنسبة له باريسانس وعن ثبت فيهم الحليب. على كل حال بالنسبة لي المغاربة حد اللي يجعله كذبهم والله يجعله ذا، ما مهم الحرب شعلت ولا لا تقدر تدرك كيف شار له أحمد، ما لا تقدر تدرك عدت المراسيم، هذا الأخير اللي ميت ما له شيء، فرضت عن تعدل المراسيم لأنه عقيد باطل تعدل المراسيم، قالوا عنه مخبط بعمارة مناورة، يعني مناورة مناورة. هذا نتكلم لك عنه ولا لا ضباط ولا من عن عقيد ماجور، أما الشيء ثاني قاع هو ما يسولوا عنه ياك فهم، لأنه عنده مؤمن ما تلاقوا يسولوا عنه. وهذا الربط بالنسبة له عاد جحيم بالنسبة لهم، وعادوا يهربوا كيف شاروا الأخ، والرفض والتغيف الرخصة وطلب الإجازة الإضافية، وشي واقع لهم ما وش يجد عليه. إحنا ألا ما نمثل من هذا، أما الحد مين يعود ألا قاعد ويتي ومتمرفق ولا يسرق حدا حد حجرة، شو شي يقول انت كاد حد قاعد وله عارفين انت اللي ينخبط ينزل على لسانه ولا السواريخ نحن وغاديفنا ورشاشنا ومدفعيتنا، ما يقتلوا يقتلوا والو، خالية خيام المقارب وذاريين ولا باقي شي معيطول، ما باقي خبير ولا باقي حد معيطول، وكانوا يجي ينفعهم. والحرب قدات ولا لا تمولي الموقف ما هو إلى اعترفوا بحق شعب صحراوي، والله يعود شعب صحراوي المقبرة. صلى عليه.